وفي هذه الليلة نأخذ سيرة بعض هؤلاء الكبار القدوات، ومنهم سعد ابن معاذ ابن النعمان ابن امرئ القيس ابن زيد ابن عبد الأشهل رضي الله عنه، هذا الصحابي الجليل الذي اهتز لموته عرش الرحمن كما سيأتي إن شاء الله تعالى. قال ابن الجوزي رحمه الله: يكنى أبا عمرو وأمه كبشة بنت رافع من المبايعات التي بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم. أسلم سعد على يد مصعب ابن عمير، فأسلم بإسلامه بنو عبد الأشهل، وكان قائدا وزعيما في قومه. ومصعب ابن عمير لما ذهب يدعو إلى الله تعالى في المدينة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسله، وذهب مع أسعد ابن زرارة رضي الله عنه ومعه نفر، فجلسوا في حائط من الحيطان من البساتين، جلسوا يتذاكرون أمر الإسلام ويدعون إلى الله تعالى. وأسعد ابن زرارة هو ابن خالة سعد ابن معاذ، فأرسل سعد بن معاذ أسيد بن حضير رضي الله عنهما وكانا زعماء في قومهما، أرسله إلى مصعب ابن عمير ليوقفه، أي عن تبليغ دعوة الله سبحانه وتعالى، من تبليغ دعوة الله سبحانه وتعالى. فلما جاء أسيد بن حضير كما ذكر ذلك شيخ الإسلام المجدد في كتابه مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، جاء أسيد بن حضير إلى مصعب بن عمير وبيده حربة، فقال له مصعب بن عمير: اجلس فاسمع إلينا، فإن أعجبك كلامنا فخذه، وإن لم يعجبك فتركه. فقال أسيد بن حضير: أنصفت. فجلس فلما سمع أعجبه فأسلم، هداه الله للإسلام. فذهب إلى سعد بن معاذ فقال سعد رضي الله عنه لمن حوله، وكان وقتها على غير الإسلام، قال: قد جاءكم أسيد بغير الوجه الذي ذهب به. فقام سعد إلى مصعب بن عمير فقال له مصعب بن عمير رضي الله عنه ما قاله لأسيد: اجلس فاسمع إلينا، فإن أعجبك كلامنا فخذه، وإلا فتركه. فجلس فسمع فأسلم. شوف ذات التوفيق وشوف الأدب، الناس ذي الوقت داق على غير الإسلام وبعد ده بيسمعوا بإنصاف، ولذلك وفقوا لقبول الحق وللإسلام لأنه فيهم خير ولأنه ناس عدل وإنصاف. فجاء سعد بن معاذ رضي الله عنه، ومن هنا تعرف أنه أسلم على يد مصعب بن عمير، وهذه من مناقب مصعب بن عمير رضي الله عن الجميع. جاء سعد بن معاذ فدخل على بني عبد الأشهل، قال: ما تقولون في وما هي مكانتي فيكم؟ فقالوا: أنت سيدنا، وذكروا خيرا. فقال: أما بعد، فإن كلامكم رجالكم والنساء، يعني فإن كلام رجالكم وكلام نسائكم حرام علي، حتى تؤمنوا بالله ورسوله، حتى تسلموا بالله لله ولرسوله، تسلموا لله فتعبدوه، وتسلموا لرسول الله فتتبعوه صلى الله عليه وسلم. قال:
قال صاحب المختصر: فأسلموا جميعا إلا رجلا واحدا يقال له الأصيرم، تأخر إسلامه إلى يوم أحد ثم أسلم فتاب الله عليه. فشوف التوفيق ده. عشان كده انت أول فائدة تأخذها إنه يا جماعة الإنسان يستمع إلى من يدعوه بالكتاب والسنة. الزول اللي بيجيك بالكتاب والسنة وبالحق وعرفت دعوته، لأنه دين لما اعترضوا في البداية عرفوا الدعوة بالعموم، لكن لما سمعوا التفصيل وسمعوا الأدلة قبلوا هذه الدعوة ووفقوا رضي الله عنهم وصاروا من خيار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإنت يستمع الذين يستمعون القول، فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون شنو أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. ودي رسالة نحن بنقولها للناس، يعني الناس اللي بيمنعونا في المساجد، إنت ما تستمع. زول إذا زول بيقوم بيشحد في المسجد يتسول فيترك يخلوه، ويجي زول يتكلم قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امنعوه. السدايات وإنصاف، الزول اللي بيجي يشحد ادوني قروش يخلوه، يجي يقول للإمام عن إذنك وأنا داير أشحد محتاج، يقول له تفضل، وإنت جاي ما داير منهم قروش، لا تريد مالا ولا عرضا من عرض الدنيا الزائل، وإنما تريد أن تدعوهم إلى الله، أن تدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى إلى الخير فيرفض. طيب، من الفوائد أن العبد إذا استقام لا يكتفي بنفسه وإنما يدعو شنو غيره ويدعو أهله. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وأنذر عشيرتك الأقربين. الأقربين، فإنت تدعو زي ما كانوا الأنبياء بيدعوا: يا أبت لم تعبد، إبراهيم عليه السلام: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، إلى آخر الآيات والأدلة. فإنت تدعو إلى الله تعالى، ما تكتفي بأنك إنت استقمت. وإلا يا جماعة الآن اللي استقاموا وعرفوا المنهج القويم في هذه البلاد ليسوا بقلة، يعني ما واحد ولا اثنين ولا ثلاثة ولا خمسة ولا عشرة ولا مليون 200 200، وإنما هم بفضل الله في ازدياد وفي كثرة، وهذه الدعوة دعوة حق. فأنت إذا عرفت الحق، ولو أن هؤلاء الذين عرفوا الحق واستقاموا عليه بلغوه لانتشرت هذه الدعوة. في ناس الدعاة ما بيقدروا يوصلون، يعني النساء في البيوت ما ممكن الداعية يدخل البيوت وأي بيت يبلغ النساء ولا الأطفال، لكن انت في بيتك تستطيع أن تبلغ دعوة الله سبحانه وتعالى، وهكذا. طيب، سعد ابن معاذ رضي الله عنه ممن بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، كما في صحيح البخاري ومسلم من رواية البراء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بثوب، ثوب جميل، فأعجب بعض الناس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أفضل أو خير من هذا. مناديله في الجنة خير من هذا الثوب وأفضل، فهو ممن بشر بالجنة رضي الله عنه، وهو من الموفقين كما سيأتي في قصة الحكم التي ترويها عائشة رضي الله عنها وأرضاها. من المواقف الطريفة التي ذكرها الذهبي في سير أعلام النبلاء لسعد بن معاذ، وهذا الموقف يرويه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهو في مسند الإمام أحمد، وأيضا أخرجه الإمام البخاري.
أن سعد بن معاذ جاء إلى مكة معتمرا، فنزل عند أمية بن خلف، وكان أمية بن خلف إذا أتى المدينة نزل عند سعد، فجاء سعد فنزل عند أمية، فلما كان الليل خرج إلى بيت الله الحرام وأخذ يطوف بالبيت، فجاء أمية ابن خلف ومعه، وجاء أبو جهل عمرو ابن وجاء عمرو ابن الحكم من هشام، أبو جهل عمرو ابن هشام اللي هو أبو جهل، فجاء فلما رأى سعدا قال من هذا؟ قال سعد، قال تطوف بالبيت آمنا؟ قال نعم، ولا تمنعني. قال لأبي جهل ولا تمنعني، فقال بل أمنعك. قال إن منعتني منعتكم كذا وكذا إن أتيتم المدينة. فلما أكثر أبو جهل على سعد وأصر سعد على الطواف غضب أمية ابن خلف، غضب حمية لأبي جهل، قال هذا سيدنا أو هذا سيد، يعني أبا جهل، قال دعك من هذا، إن محمدا أخبرني أنك ستقتل. قال لا ذول خليك من ذا، والرسول قال لي صلى الله عليه وسلم إنك ستقتل. قال ابن مسعود رضي الله عنه فلما سمع ذلك أمية كاد يحدث، كذي في الكتب ذكرها الذهبي رحمه الله، كاد يحدث، ثم قال والله إن محمدا لا يكذب. خلى الطواف وخلى الموضوع كله بقى شنو في نفسه. فلما رجع أخبر امرأته فقالت إن محمدا لا يكذب، أوي قالت لي والله معناه بكتلوك بكتلوك. فخاف الرجل، فلما كان يوم بدر ولبس درعه وأراد أن يخرج قالت امرأته إن صاحبك اليثربي، يعني تعني سعدا، أخبرك أن محمدا أخبره أنك ستقتل وإن محمدا لا يكذب. قالت قال ابن مسعود فجلس، فوالي قعد وقال ده فيها كتل. فقال أبو جهل أنت سيد لا نتركك. قال فخرج معه. قال هنا ابن الجوزي رحمه الله خرج يوما أو يومين ثم قتل، قتله الله تعالى. فلذلك سعد رضي الله عنه كان شجاعا، ومن شجاعته ذهابه إلى ذلك المكان وهو بيت الله الحرام وطوافه في وقت كان الإسلام فيه محاربا. ذكرت عائشة رضي الله عنها قصة سعد وقصة تحكيمه وقصة مقتله. قال ابن الجوزي رحمه الله عن عائشة قالت رضي الله عنها خرجت يوم الخندق أقفو أثر الناس، خرجت خلف الناس وهي تقفو أثر الناس، قال فسمعت وإيد الأرض من ورائي، فالتفت فإذا بسعد، فإذا أنا بسعد ابن معاذ ومعه ابن أخيه الحارث ابن أوس. قالت إلى أن قالت فجلست إلى الأرض. قالت فمر سعد وهو يرتجز، يرتجز أي له صوت متتابع، صوت من بعيد، يقول لبث قليلا يدرك الهيجاء حمل، حمل ابن بدر، ما أحسن الموت إذا جاء الأجل، وشجاع رضي الله عنه. قالت وعليه درع، وذلك في يوم الخندق، وعليه درع قد خرجت منه أطرافه. قالت عائشة رضي الله عنها فأنا أتخوف على أطراف سعد، يعني تخاف على سعد من الأطراف التي ليس فيها شنو درع، والدرع في جسدي إلا في أطرافي. ولذلك رماه ابن
عرق أو عرق بسهم في أكحله، وهو هذا العرق الذي في الذراع، ثم كان سبباً في وفاته. قالت عائشة رضي الله عنها: وكان سعد من أطول الناس وأعظمهم. قالت: فقمت فاقتحمت حديقة فإذا فيها نفر من المسلمين، وفيهم عمر بن الخطاب، وفيهم رجل عليه تسبغة له. التسبغة الدرع الكامل التام، وأسبغ عليكم نعمه يعني أتمها. وهذا الرجل الملثم هو طلحة بن عبيد الله كما سيأتي إن شاء الله تعالى، تعني المغفر. قالت: فقال لي عمر: ما جاء بك؟ أيوة أنت امرأة، وهي تخاف على المسلمين عائشة رضي الله عنها وهي أم المسلمين، والله إنك إلى أن ذكر كلاما إنك لجريئة يعني أن تأتي إلى هذا المكان. غضب عمر غيرة عليها رضي الله عنه ورضي عنها، وهي لما رأت الرجال، هي جاءت من الخوف من الخلف، لكن لما رأت الرجال دخلت إلى الحديقة. قال: وما يؤمنك أن يكون تحوز أو بلاء، يعني تأتين خلفنا، وما الذي يؤمنك أن يكون تحوز يعني يهرب بعض الناس، أو يكون بلاء فتصابين أنت؟ يخاف عليها. فما زال يلومني حتى تمنيت أن الأرض انشقت ساعة إذن فدخلت فيها. عائشة رضي الله عنها قالت: فرفع الرجل التسبغ عن وجهه، يعني تعني طلحة رضي الله عنه، فإذا طلحة بن عبيد الله. قالت: فقال: ويحك يا عمر، إنك قد أكثرت منذ اليوم، وأين التحوز والفرار إلا إلى الله؟ يعني أننا لا نهرب ولا نتحوز، لا نتحوز، وإنما نحمي دين الله تعالى وهي في حمى. قالت: ويرمي سعدا رجل من المشركين، يعني هذا الرجل رمى سعدا، يقال له ابن العرقة بسهم، يقال له ابن العرقة. في سير أعلام النبلاء لما رمى سعدا قال له سعد: قال اللهم عرقه في النار، يعرق وجهه في النار، في نار جهنم. فقال: خذها وأنا ابن العرقة، فأصاب أكحله. فدعا الله سعد فقال: اللهم لا تمتني حتى تشفيني من قريظة، وكانوا مواليه وحلفاءه في الجاهلية، يعني أريد أن أحكم فيهم وأن أنتقم فيهم لله سبحانه وتعالى. قال: فرقى كلمه يعني ما أصيب، وبعث الله الريح على المشركين، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا. فلحق أبو سفيان ومن معه بتهامة، ولحق عيينة ومن معه بنجد، ورجعت بنو قريظة فتحصنوا في صياصيهم يعني في حصونهم، ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، وأمر بقبة من أدم فضربت على سعد بن معاذ في المسجد، وكان يزوره صلى الله عليه وسلم يعوده. قال: فجاءه جبريل وعلى ثناياه النقع. الثنايا الشيء الذي يكون في الداخل، وهنا المقصود الأسنان، والنقع الغبار، يعني جاء جبريل وعلى أسنانه غبار عليه السلام. فقال: أوقد وضعتم السلاح؟ قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوقد وضعتم السلاح؟ فوالله ما وضعت الملائكة السلاح بعد، أخرج إلى بني قريظة فقاتلهم. قالت عائشة رضي الله عنها: فلبس رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته وأذن في الناس بالرحيل، يعني بالسفر وبالقتال إلى آخره. قالت: فأتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فحاصرهم 25 ليلة،
فلما اشتد حصرهم واشتد البلاء عليهم قيل لهم انزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستشاروا أبا لبابة ابن المنذر ابن عبد المنذر فأشار إليهم أنه الذبح، قال لهم إذا نزلتم على حكمي فهو الذبح، فقالوا ننزل على حكم سعد بن معاذ لأنه كان حليفا لهم أي في الجاهلية، فهم أرادوا استعطافه والأمن على أنفسهم من القتل. وده يا جماعة فائدة عظيمة جدا بتلاقينا إن شاء الله تعالى، إنه الإنسان دائما يقدم الدين والحق على العاطفة. كثير من الناس بيجاملوا في الدين عشان ما يحرج فلانا وفلانا من أهله ومن قرابته وممن يعظمهم، يقول لك الزول له أستاذ درسنا ودي ما بعرف أستاذه وداك فلان ودا كذا، ويترك بعض الدين ويجامل. وتلقى الشاب تلقاه استقام جديد، تجي المرض صافحه لك يا أخدي أستاذتنا يا درستني زمان يا نصافحة واستغفر، انت تتوب إلى الله سبحانه وتعالى وتقدم الحق. الدين ده يا جماعة دار مواقف، مرات في محكات صعبة انت شنو تكون ثابت، تقدم الدين. تضع الناس تلقاهم في مجتمع مناسبة بتاع الزواج يسألوك ما حكم الخروج، الناس كلهم دارين شنو دارين، تقول لهم شنو أخرجوا كذا وكذا وكذا، وحكم الله خلاف ذلك، ما بجوز الخروج، وإنت خجلان دي مناسبة والناس كلها بتعاين لك، فإنت تبين الحق تصدع بالحق ولا تستحي من هؤلاء، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، بس بين لهم الحق واصبر. طيب، فقالوا ننزل على حكم سعد بن معاذ، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سعد بن معاذ فحمل على حمار على إكاف من ليف، قال فحف به قومه فجعلوا يقولون يا أبا عمرو حلفاؤك ومواليك ومن قد علمت، تعرف نحن شنو، وخلاص الحكم بعد الحكم الذي يقضي به سعد هو لازم بالنسبة لهم. قال ولا يرجع إليهم شيئا حتى ما رد لهم كلام يعني كلاما يعني شيئا، حتى إذا دنا من دورهم التفت إلى قومه فقال قد آن لي أن لا أبالي في الله لومة لائم. ده موقف، وأنا دار أقول الحق ولا يخافون لومة لائم، الذين يبلغون رسالات الله ويخشون ولا يخشون أحدا إلا الله. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أحكم فيهم، الله أحكم. قال فإني أحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم، الناس اللي بيقاتلوا فيهم يقتلوا، وتسبى ذراريهم وتقسم أموالهم، ده الحكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد حكمت فيهم بحكم الله وبحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث حسنه الألباني رحمه الله في إرواء في مختصر العلو، وقد علق عليه رحمه الله تعالى، وعلق عليه في مختصر العلو لأن هناك رواية لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات، سبع سماوات. طيب، قالت عائشة رضي الله عنها ثم دعا الله عز وجل سعد فقال اللهم إن كنت أبقيت على نبيك من حرب قريش شيئا فأبقني لها، وإن كنت قطعت الحرب بينه وبينهم فاقبضني إليك. قالت فانفجر كلمه، يعني ما أصيب وكاد يداوى انفجر ثم مات رضي الله عنه
صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك في سنة 5 من الهجرة، وكان عمره 37 سنة رضي الله عنه. ولما مات وقف النبي صلى الله عليه وسلم على قبره. عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، والحديث في الصحيحين، قال: اهتز عرش الرحمن لموت سعد ابن معاذ. لما مات اهتز العرش لموته رضي الله عنه. وهذا علم من أعلام الرعيل الأول، وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.